رجعنا لي. رجعنا لكم في الجزء الثاني لمن ياسر فقط ومعانا امين لمام حنان العشة صادق حلواسة مصطفى الدلاجي مريم بن ملاهم وهشام النجدي البرانسيب نتاع المسابقة بين زوز فرق فريق يمثل ليكيب خاطر معاه برشا من الاولاد الفريق خاسر هذا نقطة وحيدة وفريق مصطفى الدلاجي وماري بن ملام وهشام النجاتي ثلاثة نقاط. قبل ما نبداو في الألعاب عندي شكون فيكم باش نحاولوا هكا باش نعطيكم معلومات وانتم تحاولوا تطلعوا شكون فيكم باش نبدا بالليكيب هذه فيها 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 نقاط لا مفيهاش نقاط ما نلعبوش خلينا راقدين اسمع حتى بالنقاط راقدين انتم خاسرين احنا خاسرين بالحيلة به لا على ترامب باش تولي لي ترامب هاكا ربح بايدن تخطبت سبعة مرات أول مرة عمرها 16 عام شكون حسب رأيكم؟ ماري بن ملاهم ماري بن ملاهم جواب صحيح سبعة مرات سنة معناتها على أساس مصطفى على أساس باش نقولوا الدلاجي لازم سؤال صعيب شنو هو اللي سبعة مرات؟ سبعة في بالك نمرو سبعة أكبر من 11 سبعة سبعة من الناس يعني سبعة من الناس وكل مرة رفضت ولا لا مش رفضت يقعد شاير يقطع نقعد مش يقطع أنا نقطع لا به شكون فيكم؟ ودي كاس عبدت علي اللطف كل قبل مستعجل ما خلتنيش نتحرك لو كان هي لحظة لحظة صادق وفات اللعبة يلا شكون فيكم مش يخدم خدمة كاملة وبعد فيق بروحه حفيان في الخدمة ينجم يكون من أي فريق راهو ينجم يكون من الكل هكا أي منكم الكل صادق حلواس لا هشام النجاتي عمل حفلة كاملة وهو حفيان حفلة في فرنسا في فرنسا في ليون نحيي كل التوانسة اللي عايشين في ليون وفي فرنسا الكل في أوروبا نقول لهم سامحوني الله غالب نسيت صباتي في تونس وما لقيتش الوقت باش نشري صبات خاطر خلتنا مخر نوفل وجات الكهرباء باش تهز لي الحفلة باش ندير هذه سلعة قوية ياسر امشي بركة فما واحد ماشي حفيان كيكة ما تجيش فيكم يخدم في عرس ضد مجمعة باش يخطفوا العروسة من رجلها يا مصطفى الدلاجي لحظة شكون فيكم في عرس صارت عركة يا اخي تخبى تحت القانون باش ما يتضربش مصطفى الدلاجي امين امين هشام احنا نغنيو يا ليل يا عين يا ليل والعروسه تشطح يا اخويا ويدخل واحد راسه قد باول كرسي عرفت انا تحت القانونجي القانونجي قال يا اخويا ايش تعمل جبت لي الحلو قلت له لا جاك الباب شكون فيكم سمع بدار صاحبه باش يشريو تلفزة مشى سرق تلفزة من اللي سي وبح لهم امين تا 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 امين مش العميل الكل انت معناتها والله العميل صحيح ما كوليج عندي ولد حومتي وقتها راجل كبير اي مزال كيخرج البيسيات معناها يلوج على تلفزة يحب ياخذ تلفزة معناها هو ما يفهمش برش مشيت خويا لسالة انفورماتيك تاع الكوليج هزيت كرون ركبت هيلو اللي هي التلفزة سامحوني برشا شكون فيكم كريستيانو رونالدو يتفرج في ستوريتها مريم بن ملاهم لا عاد هيا الانفلونزر نشحن فيها بلاه هي ربعت خاطر كريستيانو شكون فيكم اول بوتوكس عملته في عمره 18 عام مريم بن ملاهم الله خير اول مره ننفخ شفايفي في وقت مريم قد ايه عمرك سا سبوز با كوم كيستيون 28 شكون فيكم عنده فوبي من القطط تصور الدلاجي يعني. تصور العش حنان حنان
انا نحب القطاط. شكون فيكم خرج ما صاحبته قلق منها مشى قعد مع بنات في طاوله اخرى فارس سهريه؟ امين امين علي امين علي حك هذه عميل عميل لطف يا اخي بالله سامحني وانت اللي تجيب فيهم هذوما شنو ما صاحبك شنو هي؟ واش خرجتها يا بنت جبله؟ ليه هي فازت ضحك كيفاش؟ هي معناها قديمه الحكايه هي لك انت مش هي مع صاحبتها البنات قالت لي اجا نقعد وحدنا مشينا قعدنا وحدنا احنا نحكيو فديت قلت لها دقيقه هاني راجع مشيت بحدا صاحبتها تقعد استنيت استنيت تخيلني روحت انا كي راجع تلقاني قاعده قاعده مع صاحبتها يلا نكملوا توا في المسابقه باش نربحوا بوانات بلعبه طلع شكون يلا الراوند جديد رحاب تبارك الله عليك ما تكون محايدة حتى باش يحكي معاك طفيه ميرسي بيناتنا على رحاب به باش نسالكم اسئله شكون فيكم نفس اللعبه اما المره هذه بنقاط نحب البزر قدام دلاجي وحنان العش شكون باش ينزل الاول شكون فيكم الشارع بكل وقف كي هو تعدى منه حنان مريم الاميره جوابك صحيح ملكة مريم في مصر في الزمالك في داري اول نهار وصلت لمصر ما نعرف حتى شيء نسخي روحي في باريس كيما في تونس مش باش نقضي لداري ونلقى التوك توك والكراهب والكل شيء تخرجوا لي شي عبد يتعدى الشارع يقف على عبد يقف بالكراهب خاطر مزيانه ياسر خاطر كنت مزيانه برشا اي عجبك موتو امشي امين امين صارت فيلم عادل امام تجربه دنماركيه انت شنو الحكايه تحكي فيها تحكي بالرسمي غجمي بصوص شرطويت راهو مياه خاطر لابسه لابسه اوزي برشا لابسه شورت ومليون ما فميش مش نتاع مصر يلا نكملوا المسابقه توا قدام مريم وامين الامام تفضل هاي مريم قدامك شكون ينزل له راهي مشكلة سرعة شكون فيكم وهو مسافر شعر على طاحت به الطيارة وشاف الموت أمين تكلم يلزمك تنزل تعرف الجواب دلاجي الدلاجي لا لا مبدل 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 لا حنو مريم حنان جربنا الحيل وانا نضرب فيه ما واحد حمش. واحد في هذه قدام هشام وصادق البزور اجي ردوا بالكم اي واحد يحايل ولا يعمل اشاره تتصرف تتفر راهو تلغى تتحسب نقطه الاخر شكون فيكم ترينا بوكس ثلاثه دقائق مع اول بونيه قرر يغادر هشام تو هذا باش يخاف من البونيه غلط شكون صادق امين لا تخطيت شكون صادق لا اله شبيه شبيه نوفل عمل بوكس بيتكلم حد ترينا بوني مع اول بوني قرر يغادر امين حنان انت قتله والله لا ليه ليه اللي قاعد هما ليه ورحمه امي اللي اسمعنا ميكروويت اوكي امين والجواب صحيح 2-1 يلا قدام دلاجي وامين البزر هذه صايره البرشا مشكون فيكم هنا وهو صغير تعارك مع داره مهز روحه وخرج منها انا سالت لي بكري صغير انا لا مش لك انت انا سالت لي انا مشكون فيكم ابارك انت مريم شكون فيكم صادق لا صادق لا انا مش من دارنا نطول يطلع منه هشام ها يلا فجربنا من تونس الحق الواد يا نوفل على السقايه من تونس الحق الواد مشيت بحدا خالتي واو مريم بن مليم وحنان العش قدام البزور لو كان معناتها يتعادل يا انتم تربحوا اي لازم نربحوا وسهله برشا اي ثبتوا مريم انا الخبر هذا نعرفه شكون فيكم هدى له ياسر عرفات منقالة حنان هشام هشام انت شكون تقول انا حاسه حنان لا غلطي نزوز احنا ربحنا احنا ربحنا الدلاجي عنده الدلاجي الدلاجي دونك فريق صادق يربح صحيح
ثلاثة مقابل اثنين. شكون اثنين؟ احنا اثنين. خربحنا مرتين. يا سيدك باش تنفخ لي قلبي يا سيدك كان كل فازة باش تقعد تناقشني خنبط له. كي كنا ثلاثة واحد ولينا ثلاثة اثنين، شنيا سيدك؟ إيه معناتها؟ يتبعوا يكيب كاملة وثانية تو أنت باش تقعد كل مرة تقول لي تفضل وهذا باش يتعدى راهو في الأونتيت. يا أخي عديه خش بينا حاش بيه أنا. يعني ريتني عريان ما فهمتش. والمرة الجاية تخرج دقيقتين لبرا. أوكي. باش تقعد تناقش في الأربيتر. باش نلعبوا توا لعبه ممتازه برشا. نحب نشكر مازارو ميلانو اللي لبسني اليوم. مازارو ميلانو موجود في العوينه والمروج وصفاقس. نمشيو للراوند الجديده. المرة هذه سهلة جدا وموسيقية. ستة أغاني، فريق صادق، فريق الدلاجي، سكون باش يطلع. يلا. تحية رامي العربي وعربي البحري. الأغنية الأولى مقطع منها يلزم تطلعوها. بجاه ربي راهو اللي يتكلم من الكيب هذه يعتبروا هذو مربحين والعكس بالعكس. يلا. قول أولاد. لا الفريق هذا ربح. علاه فاز بكسي الحبايب ما تكلمتش عن بس تكلمتش عن شنو كلم قالوا عطى الريبونس عطيت الريبونس اللي كانوا عام مش باش يلقاوها امبوسيبل. يلا يا خاتم صبعي يا خاتم صبعي لطفي جمال الله يرحم يا دلاش عليه يا دلاش انتوما توا خمسة بواحد انتوما طالع. يلا قول اولاد ماناش راح نسكت. لحظة ما قلت لنا احنا نوفل. اي انتوما استنى اتفقوا على الجواب. لا متفقين يا باطل يا حما باطل. لا عايروني بيك عايروني بيك فيها حما احنا ربحين احنا بفضلك. الاغنية الثالثة ركزوا الاولاد ركزوا. فما سامحوني تدخلت لجنة التحكيم نصر الدين حديد قالك انت غلط كنت عايروني بيك دونك واحد واحد نرجعوا معناتها لانه الغناية باطل يا حما باطل صحيح. يلا هذيا توا غنيتكم القمر اول حاجه لجنه التحكيم نصر الدين معناتها نصر الدين شكرا فوالا مش نقمر عليها برشا نقمر عليها روح من السوق عمار. لا ليه غلط صالحة من قد طويلة صالحة ولا مرحوم. يلا أغنية أخرى تحول ميسيش أغنية أخرى بعيدة راي على المزود ممكن تكون ردوا بيلكم راو مش كلهم مزود. يلا فريق الدلاجي واحد واحد جو برافو عربي
صعيبة شوية. ولما ضم وجه صحيح وحسيت الدنيا سبيري حاسس حالي بلد الكون وما في بالعالم غيري الله الله وما شاء الله وما في حالك والله الله الله وما شاء الله وما في حالك والله وما في حالك والله يعطيكم الصحة الأولاد سي رامي وسي العربي والنتيجة شناهي ربحوا ربحوا عادي ديما ربحين تفوق فريق مصطفى الدليجي لحظة مصطفى 4-2 أنتم ربحين حفلنا هنا شوية لأنك ربحت الجولة هذه امشي وما جابوك عربي يا مريم وما جابوك عربي يا مريم وما جابوك عرب مصبوب صب ولا جابك مالو يلا وينو وينو مجابوك عرب يا مريم مجابوك عرب مصبوبة صب ولا جايبك ملول الهب يا مريم مجابوك عرب يا مريم ألا جابك شياب ولا جايبك من حج وتاب يا مريم مجابوك عرب ولا جايبك من حج وتاب أوه دونك انت سكر باب دونك انت سكر باب دونك انت سكر باب ولا يجعل قلبي باش حبة يا مريم باش ابوك على وينو وانا مش مريق لها وانتي مش مريق لا انت ليش مش عويق الله 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 اليوم اكتشفت كيفاش تعمل البوس كيفاش تولي رئيس تنهب الفلوس حقق احلامك في تونس ما نحيرو في هذا الكل معاكم لامينو عسلامة معاكم لامينو في لامينو نتاع اليوم باش نعلمك كيفاش تعرف روحك مريض بكالمرض عافانا وعافاكم الله من غير لا تحليل تيست ولا حتى تمشي للطبيب ابارك العوار الثانويه كيف الكحه السخانه وضيق في التنفس فما احساس غريب يجي للمصاب باش انه ما يلبسش البافيت ويحطها في مجموعه من البلايص كيف ما اسمه اليسار مرفقه ولا جاتقه كان ريت واحده كيكا كلم 197 193 وكان لازم برا اشكي بيه في اقرب مركز كيف كيف فما سامبتوم اخر لازم تنتبه له وهو وقت اللي يجيك الشيء باش انك تلبس بافيت من غير ما تغطي نقوب خشمك وزيد كي تجي تحكي مع العباد تنحيها باش تنجم تتكلم بالكدا تيكا هو من وقتها وليت ندبر في راسي والحمد لله كيف كيف فما احساس غريب يجي للعباد المرضى بك المرض وهو الثقيل المفرط كان حسيت روحك وليت اذكى من العاده ننصحك شد الدار خاصه كي يجيوك في مخك كنظريات نتاع المؤامره والماسونيه ايش نقول لك صديق كورونا فمش من عملوها كل الامريكان السقاط باش يطيحوا اقتصاد تونس ويوليوهم اقوى دوله في العالم نحكي مع سيونتيفيك موارا ديجا عندي شكون في النازا سامحني يعني شويه ضيق في النفس لي مثل الاخر ونفس الحكايه كي تحس روحك اذكى من الدوله كي تعمل كوفر فو والا حجر وتمنع التجمعات الكل وانت سيادتك تتلم انت واصحابك في دار واحد فيهم وتحلقوا كيف كيف كانك في الايامات العاديه لا خرجه لا دخله وفي بيريود الكورونا كل يوم وليت من بلاصه لبلاصه كون مؤكد انت مريض بك المرض بنسبه 90% ونفس الحكايه تنطبق على مواطنينا بالخارج اكل لي سبحان الله ولو يحبوا يروحوا من غير حتى سبب مقنع وتوحش ريحه البلاد يا با ورد وياسمين يا با ريحه البلاد يا خويا اغلى من العين ريحه البلاد من اخطر العوارض الاخرى نتاع المرض هذا وقت اللي ما يبدا عندك حتى عارف كورونا ولاباس عليك اما كوميم تاب ستاتيو فيسبوك ولا ستوري وتقول التيست نتاعك بوزيتيف وهذا الكل باش العباد يعطيوك شويه اتونسيون ويولي عندك صحاب من اخطر اعراض المرض هذا الاخرين وقت اللي تحس روحك مريض بالكورونا
اما في بلاصه ما تمشي تاخذ الاجراءات اللازمه تمشي تداوي عند الشيخه الروحانيه اللي تحصلت على دويه قبل العلماء الكل. بعد جمله من الابحاث اللي عملتها انا وصديقتي المشعوذات حصلنا على العلاج ضد الكورونا. الطريق السحري متكون من حشائش طبيعيه مع الخلطه السحريه نتاعنا. فيش تستنى كلمنا عن النمر هذا وانس الكورونا الجمله. هذا الكل 224 دينار كهو. واخر واهم سمتوم وكان عندك منه راك ميزه 100% وقت اللي تعمل تيست كورونا وتطلع بوزيتيف وتعمل روحك مريض شيء. هذا احمد ابراهيم محمد عزيز التحليل نتاعو نتاع الكورونا بوزيتيف. مغامره ها قد حان سنسافر لابعد مكان. كان لاحظت روحك عندك واحده من العوارض اللي كنت صرصت فيهم عارف انت مريض بك المرض واللي هو الجهل وقله الوعي وقله المسؤوليه. بلاش قالكم في البلوت تويست ولا يعطيني صحه. المهم ستي سيف يا جماعه البسوا البافيه ديما استعملوا كجيل معقم وحاولوا ابعدوا على الاماكن المكتظه وهكا كونوا السنه اللي دخلت مينو. كان معاكم لمينو بيس. برافو برافو لمينو يعطي الصحه. معناتها واحد من اللي جنوا جدد الانترنت امين قديش طلعت لنا عبيد محلي يا اخي. انا في الاخي انا اول حاجه في البدايه يوتيوب راه معناها دومي فهمت معناها بالحق راه بلاتفورم كبيره وعطيهم الصحه خويا برشا عبيد ولاو يطلعوا بالسيفه علينا. معناتها التلفز والاذاعات قبل كانت هي تقرر شكون يطلع شكون ما يطلعش. هذوما ناس سمارت فون اورديناتور اي حاجه كابل قديم يتسلف منه ومنه ويعمل دي كابسول وينجح ويفرض على الاعلام انه يجري وراه. معناتها هذا اللي صار معناتها معك بالضبط. بون مش يجري مش يجري ورايا معناها اي فهمت حبيبي بلاصه ما تمشي من كاستينج كاستينج هو يعطيك يعطيك الصحه معناها هما كلموني فوالا. دونك قبل ما نمشيو للتحدي نتاع صادق خاطر فما اللي يبدا ناقم على النتيجه 4-2 عندنا شانس انه ينجم يربح. مش حكايه ناقم فما حيله ولات ظلم ظلم. يعني انت معناتها جايب الدلاجي ومعاه فنان معناتها من اوائل الناس اللي غنات في تونس تبارك الله عليه الفنان القدير هشام النقاد تجيب لهم مزود وتحبنا احنا نطلعوا يا لا انكر ويا بالبرجولية هذه الحيلة صادق الحيلة ذي يزم الاحتجاجات. عندي وثيقة تثبت انك كنت تغني عمرك 4 سنين ودي عجلي اعمل هكا. عندي وثيقة تثبت انت كنت تغني بكري والله غنية مزود اقسم بالله غنية مزود قالت لي غنية بالانجلية معناها اقسم بالله والله لازم تقول عندنا لعبة قبل ما نمشيو للحوارات مازلنا حوارات عن لعبة ألقى الكرة. شكون باش يلعب فيها ألقى الكرة؟ الله أمين وحنان مريم والدلاجي تجيو لهنا باش نغطيو لكم عينيكم. لعبة سهلة برشا باش نغطيو لكم عينيكم وثلاثة مرات باش نرمي كرة. أول واحد يلقى الكرة ياخذ بوان. يلا إجا دلاجي إجا مريم حنان باش نرمي ثلاثة كور هكا. أي وين في القاعة ليكيب اللي تلقى ثلاثة كور زوز ولا ثلاثة معناتها اللي يلقاو أكثر هما اللي باش يربحوا لو بوان من غير ما يتكلم لا هشام لا سابق. يلا غمضوا عينيكم بالحق غمضوا عينيكم بالحق. يلا تحركوا بوجي مازلت ما رميتش أنا الكور. كي ترمي قول نو باهي هنا نو فلا لا في اللونتوراج هذاك فوالا. أنا رميت الكورة توا رميت الكرة توا. انا راني رايف زيت نوف نعرفهم مرميش راه رميت الكرة توا. ما سمعت حتى حطونا شويه موسيقى عاد تشجيع حطوا لهم موسيقى. رميت الكرة رميت الكرة اهي امين لي رجع سي بون واحد بلاش الفريق صادق هاي امين امين لهنا فوالا الكرة الثانية باش نرمي زوز كور المرة هذه باش نرمي زوز كور. وين الكور نحاهم؟ رميت الكرة سيبا هذه ماهيش كرة يا شكون هذي؟ يتلوش علي أنا؟ حنان شكون؟ يلا مازالوا زوز كور بلاش شكون باش يربح؟ رميت كرة توا مريم عندك مريم هذي ضربت فيا وي مريم عندك مريم مريم لحظة شكون مريم مريم شد تخلي مريم يمين يمين
شدة مزوز. سبراوي قدامك تعافي قدامك تعافينا لفوا برافو ما عايز بقول فوا ان فوا لفريق سادة حلسة به الحمد لله يا ربي به فما كورة 4-3 باش يدخلوا توا 3 بنات مرحبا مرحبا هذه بونيس تختاروا شكون منكم تختاروا شكون منكم يتصارع اما ما نعرفوش البنيه شنو معناتها فاش تعمل دونك شنو هي اللعبه ها شنو هي اللعبه لازمك تعرف شنو تختار البنيه والزهر انت وزهرك تنجم تكون تلعب زربوط كيما تلعب كاراتيه اوكي الله اعلم دونك راوند جديده في لبنان يسر فقط يدخلوا ثلاثة بنات مرحبا بهم شكون انتم باش اختاروا الفريق دلاجي شكون واختاروا فريق حنان شكون مرحبا تقعدوا لنا هنا مرحبا بكم اختار شكون شكون انتم تختاروا لحظة لا مش من البنات من اختاروا شكون من فريقكم امين صادق ولا صادق خلي صادق صادق لحظة لحظة وين ماشي واختاروا شكون من فريقكم هشام يلا صادق اختار رقم الطفلة 1-2-3 اختار رقم لا قبل ما تحرك هادي كلها خلينا نشوف منثبت ايش فيا به به يا ودي هذه الساعة شو بتعطيك تريحة انا نعرف هادي كلها مغزرة بركة الله هذيك سبورتيفيت ايش يا هشام اختار انت معاه يا ودي هذه عينيها كاسحة خلاص انا مش نختار الوسطانية الوسطانية هشام مشيت والله مشيت مغزرك للدن فيسع ها؟ سادة يا نختارك الرقيقة ذي الرقيقة بيه بيه لحظة للدعابة أمين شكون اللي ما اخترناهاش؟ هاي إجا أمين جرب والله اختارها واحد شنو اختصاصك أنت؟ شنو هي؟ بوم بيت إجا تراها البنات إجا على الزنب إجا شنو إجا بيت يضربوا؟ تراه؟ ها؟ أمين أنت للدعابة تراه؟ بوم بيت شكون يعمل أكثر؟ يلا هيا ما تحشمنيش جميل على شنية على 3 سواب عقتلك انا على كرشي ما نجمهاش 3 سواب لا لا انت عملت سوا روح لا كيفي بابا صاري بيه يا امين طفله تغلبك 3 سواب 3 شنو هادي تفرج شايف الافلام الفازر امين اعمل على 3 سواب وريني كيفاش وريني كيفاش بر بر وريني ترى شكون يعمل اكثر بيصير على 3 سواب هادي يلا امين واقفين سويبعك شنو واقفين سويبعك يا هم واقفين لا هكا مفتشين لازم نبدل سويبع اخرين لا امبوسيبل امبوسيبل تخدم بوب من يلا مين الشمس هزيمه شنيعه يلا مين برافو برافو هاي صدق هاي صدق انت شكون معاك شنو اختصاصك بوكسونغ بوكسونغ ليه لحظه الاولاد طارق وبثينه واوس انتم اللي تحكموا شكون اللي غلب صادق صادق تحب الرقيقه هاي تفضل هاي صادق ايش بها هي بالوانا بيش انت يا عند ربي انت الكرش صادق انت بالخبره نتاعك هاي يجي في الوسطين هو بالخبره يجي ما تضحكش يا شيب جايك ضرب يلا هل يربح صادق اقرب اقرب للوسط لحظه اقرب للوسط يا رب لحظه اقرب للوسط امان في الوسط في الوسط في الوسط وتضرب يا صادق قدم مش مش اضرب امراه انا يا سعد جهرب اضرب صادق ستوب 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 يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا
الشيخ عندك حوم وليته وعليه هني عامل بوكسنج ليش كاو كاو سيبو كمل شنو نعمل فربتي برا برا شو بلاش زاد ايجا سيء صخرتني ايجا امشينا لا 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 بارك الله عليك سابق يا حيان ربحتك يا كاو فين سابق يا حيان لحظة ربح سابق ولا لا لا يا سيدي سابق انت خسرت يا ودي العاده تلعب معاهم في عرك لحوم تراه تراه ايش 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 علي شنو راه عملنا المشكلاسيون صح اخويا صح شنو تحب تعبر الفير شنو تحب لا تحب نخدمو فيد نخدمو فيد مش تعطيها لي في وجهي لا لا ماني خاطر طيحتها ما تضروش ما تضروش شنو المعنى ما تضروش امشي تراه نمسك جوست تبعني باش نخدمو هكا بيركوتات اما رابي برا امشي صدق يا هشام يا هشام شنو انت اختصاصك؟ موسى شنو؟ موسى فولي في بالي فولي انت وعلم على الموسى يلا في بالي فولي في بالي فولي هشام سخينه فولي يلا يا دلاجي في عودتي يلا المصارعة نجمو تزيدو شنو كيفاش فهم؟ بشوية عاد علمني بشوية هو يجي واحنا لحظة شوي داري هو يجي واحنا نغني له ما كيفك حد ولد بلاد هاي الأولاد برافو ما كيفك حد ولد بلادي الله أحب بلادي برافو البنات برافو عليكم بس خلينا في الفولية تاع المصارعة اللعبة هذه قالت للفشل حتى ولا لعب حتى حد تجي على تفا سويبع راهي صعيبة برشا راهي هذيك لا حتى على الأربعة نتوقع حتى على الأربعة ما تنجمش يا ربي خشني الفشل اللي أنت جبته طفلك كنت ربحها ربحتها جبتها في القاعة لا أنا ربحتها صلي على النبي تقص بها راك أخي ولا ذات أوربيتر بتاع بوكس أونجليز أنت معناتها وش يلا نمشيو ساعة للشادلي توا يوري في مواهبه للناس في الشارع كاميرا كاشية حلوة برشا ومن بعد نكملوا معاكم في لمن يسهر فقط السلام عليكم ومرحبا بكم في اول حلقه من يا الشادلي بحكم اللي انا عندي معناها مواهب ومتمكن معناها من تونس وكذا حبيت نخرج للشعب التونسي ونوريهم المواهب نتاعي يلا نتفرجوا كل مع بعضنا عسلامة سامحني عندي موهبة نحب نوريها لكم ما تاخذش برشا وقت راه شوفها شقاولك دو ريمي ها صول ها شنو هذي؟ برا بعدني راح يرحم حجرة؟ حب تضربني بحجرة؟ برا يا رحم وديك أنا نجي نعطي فيك في المواهب نتاعي والطاقة ونخرج لك في نخرج لك في نخرج لك في نخرج لك في يا يرحم وديك برا صباح الخير ما نتكش معي لبس شوية لبس ياس يعيش والد عايش خوي يعيش خوي برا صباح الخير يرحم والديك زيد قال لك فاهم ولا باس يرحم والديك يا وليد زيد قال لك فاهم ولا باس يرحم والديك يا وليد زيد قال لك فاهم ولا باس يرحم والديك شاد على برا القزوز تحب نستعين برا برا معايا كيك واحدة اثنين واحدة اثنين واحدة برا برا واحدة اثنين واحدة اثنين واحدة اثنين الو واحدة اثنين يا معلم اعطيني واحدة اثنين هذه نعطيك اربعة يلا واحدة اثنين واو زكي
راني ما مسيتكش يا معلم، غزر لي كي نتحول راني نولي وغزر لي. انت حاول ولا تكبر. قاعد نعطيك في المواهب. يرحم والديك. برا اما ترى فينا نتاع مواهب احنا. خويا اسمعني بجربي واعطيني رايك. برا ربي يشفيك عايش ولدي. برا يا بابا اسمعني. برا ربي يشفيك. يا باب. برا ربي يشفيك عتلاقى مرة تقول. يرحم بوك. برا امشي ربي معك. يعطيك الصحة. لا اله الا الله. محمد رسول الله. يا باب. برا يا برا هوك الشباب بادي. امان اسمعني جربي. جربي اسمعني. برا اختانا عاد. غلطتني منك مدام. غلطتني منك. غني غني معك. يا بابا بيجي نقول لك حاجة. حاجة بركة حاجة ما تقوليش. حاجة باش نقول لك حاجة. ييجا باش نقول لك يا بابا. يا بابا اسمع. برا عاد برا امشي يا خسارة. برا امشي. يا بابا يا بابا وسع بين الكاميرا خفية. يا بابا يا بابا. برا عاد الكاميرا خفية. برا امشي لا لا خفية. الكاميرا خفية يا بابا. يا بابا يهديك ربي. بلالام 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 بلالام. وحشتوني 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 وحشتوني. وحشتوني 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 وحشتوني. بلاش رايكم في الموهبة متاعي؟ والله ما راك قسما بالله والله ما راك. غادي نصور في الكاميرا كاش سي سي دو بالين عرفتوها الشطحة. ميرسي تو المون. شكرا يعطيكم الصحة. شادلي يعطي صحة شادلي واحد من المهبلة جدد اللي داخلهم. والله والله بالرسمي مش مرحبا. حلول ياسر يعملوه في فرنسا يقعدوا يتفرجوا فيهم في تونس حقارة. في فرنسا في المترو تلقى الناس كل اللي يشطح واللي يعزف واللي يطلب واللي كل شيء بارتو. في تونس ما تلقى واحد يعزف بالي في المترو. واحد يعمل يعزف سامحني بالي. واحد يشطح بالي. واضح واضح. يلا بعد شوية باش نلعبوا لعبة السكريم. شكون باش يتواجه فيها؟ نذكر اللي النتيجة 6 بلاش لفريق الدلاء. 4-3 4-3 الفريق الدلاجي. يلا شكون باش يلعب السكريم قبل الفاصل؟ هاي سيدي هشام النقاتي ولا امين الامام. مش توا لكن قبل نحب نحكي مع مريم شويه. مريم بن ملاهم انت هكا نحب درجين نحكي معك شويه. انت من نوع الناشط برشا وكذا في الفتره الاخيره اختفيت شويه. معناتها مش معناتها انت رضت قلت اختاني من الشغب ولا صارت لك ظروف ولا كنت مسافره ولا فسر ولا تخطبت من بعد قصيتها فسر. حتى كنت تخطب ما نبعدش. اما جيت فتره اللي انا بالرسمي ما عادش مش رضت مي عملت اكسيدون اكسيدون مختال اللي قعدت فاقده الذاكره وما عادش نمشي على ساقايا. فاقده الذاكره. فاقده الذاكره جاني تضربت في الميموار شويه. وديجا هشام وقتها يعرف ولي بروش معناتها في صحابي في مصر عملت اكسيدون كبير تكلموا عليه مصر الكل. ماتوا معايا زوز عبيد. تقلبت بيا الكهرباء 5 مرات في طريق الصحراوي اللي حاجة فوق الخيال. كي نحكي لك يا نوفل تقول فيلم اكشن. ماتوا معاك زوز في الاكسيدون. الشوفير ومستشار الله يرحمه منتج. وتقلبت بينا 5 مرات الكهرباء وجمل تخل فينا
غفص الماء للكهرباء. واول مره انا وقتها كي دخلت نسمع في صوت الجمل، عنده صوت خايب الجمل خاطر زده هو دخلت فيه الكهرباء، هزوني ما نحكي لك شنو حكاوا لي العبيد خاطر مانيش لاقى بروحي. جيت الامبولانس هزتني للكلينيك سبيتار كيما هما عندهم مستشفى، ومن بعد خرجوني مشيت للمركز نبحث خاطر اللي معايا كان شخصيه هامه وفي السياسه وكل شيء، وما نعرف حتى شيء بالرسمي، ما اسمي بشويه نعرفه، لقبي نسيته، نسيه كل شيء، نسيه باش نحكي مع ماما. الراجل يحكي معايا في موضوع نجبد له في موضوع، مانيش عارفه حتى شيء. باش نسالك بالحق صوت الجمل التوا يجيك؟ اي بالرسمي خاطر الكهرباء بركة العجيل اللي نسمع فيهم التقزقيز والحجر نسمع، معناتها راني خرجت من الشباك يا نوفل، راهو هذوما تكسروا ماهوش تكسروا ترضرضوا. عندي فازة في ظهري، خرجوا لي زوز عظمات اللي ما عادش النجم نقف على ساقي، قعدت بالكرسي. قعدت ما تنجمش تمشي؟ اي عندي في فتره ما ظنيت انك ما عادش باش نجم تاقف. اي الطب نتاع مصر قالوا لي مريم بالغيديوكاسيون، ومع الوقت انا وصلت خبطت لتونس، ونشكر الدوله المصريه والدوله التونسيه خاطر بالرسمي جات فرصه باش نشكر جماعه المطار تونس اللي هبط من الطياره بالكرسي، ما خلونيش العباد تصورني ولا باش يشوفوني، وهبطت بدوي مرس معناتها ما خذته من عند الدوله مرخص انه مورفيل باش يرتاح لي العظام نتاع ظهري، معناتها وجيعه قويه، ما نجمش حتى نحكي، ما نجمش نتنفس، ما نعرف حتى شيء. بيريود موت منيره حمدي وقتها زيد تاثرت، ما نجمتش نمشي خاطر بالرسمي تعبه وقتها، بديت بشويه بشويه هكا ريدوكاسيون وكل شيء، اما الميموار تعبه على الاخر. والتوا راني عندي حاجات ننساهم وحاجات نتذكرها، مثلا انا عندي فازة صاحبتي كلمتني على الفيسبوك نلقى ديسكسيون اللي جات لبيتي ودخلت لدارنا الكل وانا نسيتها، جيتها من الاخر قلت لها نحب نقول لك حاجه، مانيش نفادلك، راني عملت اكسيدون، راني فقدت الذاكره، انا كيفاش عرفتك؟ كيفاش انت تعرف ماما وبابا ودارنا وبيت؟ قالت لي مريم انا راني هكا وهكا وهكا، ناسيه برشا حاجات وبالدويت وقاعده نضحك. بالحق في الكلينيك سرقتك فلوسك الكل والدياموند وحوايجك؟ اي كانوا عندي دو كوليي ديامون كيف اخت هذه ومريم، كانت كلها ديامونت تسرقوهم، سرقوا لي دولارات، سرقوا لي فلوس مساروة، باسبوري الحمد لله اللي انا لقيته، سرقوا لي حتى الحوايج الدخلانيين نتاعي، معناتها نحوهم لي من لحمي، اي وصلت الحمد لله يا ربي انهم عملوا لي تحاليل اللي انا ما عندي حتى شيء في كل شيء. ولقاو عندي بالرسمي جيت طبيب الشرعي والورق من الوحده اللي انا ميموار ما عندي حتى شيء، معناتها ما استهلكتش حاجات. اي عملوا لي بعد الاكسيدون ثبتوا لي انت لا مخدرات لا مخدرات لا شرب، حتى رئيس نتاع المركز قال كان هذيا شربت عندها جمعه راهو بالتيست هذا باش يظهر معناتها، والحمد لله ما لقاو حتى شيء عندي وسيبوني. تسمى منعت؟ مش منعت بالحق، كاينك في رأفة الهجين واحدة تونسية أجنبية مع واحد معروف كبير مستشار وفي السياسة ومنتج كبير، هذه اش تعمل مع هذه؟ وحاجة أخرى السنة عرفنا القضية فاعل اللي احنا ما هوش كرهبته، يعني الكهرباء اللي ركبنا فيها عملنا بها واحد عملها باش تصير اكسيدون، عندهم خدمة مع بعضهم شركة إنتاج، والكهرباء اللي طلعنا بها للساحل مش هي اللي روحنا بها، مش كرهبته. نتذكر في الصباح عطاه كرهبته لصاحبه، قالوا طن نجيب لك كهرباء مع شوفير، وتبارك الله الراجل بصحته كبير وشوفير توفى، طلعت العجالي مفكوكين التلانيين وما في بالهمش اللي انا معناتها باش نركب معاه، وصارت اللي صار ومصر كامله تكلمت عليها وحده اجنبيه. هل انت ممنوعه من دخول مصر اليوم؟ ليه انا كنت في مصر انا لا نسال ليه مش ممنوعه، ما عندي حتى شيء ديجا الحمد لله. عشت فتره خايبه برشا بعد الحادث وفقدت الذاكره، اكثر حاجه وجعتك زوز ممثلات صاحباتك برشا كانوا ديما في دارك، كيطلبهم الامن بحكم اخر ارقام في تليفونك جاوا للمركز بداوا يسيحوا عليك وقالوا لك
علاش قتلت الراجل يا مريم؟ عملولي فيلم مصري ما عادش نحب نقول اصحاب. عملوا فيلم باش يمنعوا هما؟ ليه مش باش يمنعوا؟ ما نعرفش شنو اخر نومرو في تليفوني زوز بنات من بلادي معناتها توانسه نمشي بحذاهم للدار يجيو بحذايا للدار يلبسوا من عندي نعيشوا مع بعضنا. اخر تليفون عملته ما هزوش علي قبل الاكسيدون كي فكوا تليفوني في المركز شافوا طلبوهم خاطر ما عندي حتى حد ما نعرف حد مجهوله جاو الا ما كلموهم اصحابنا المصريين جاو دخلوا للاسم يا لهوي قتلتي الراجل قتلتي حرام عليكي انت اللي قتلتي وانا مش انا اللي نسوق انا ركبه من تيلي انا متضره معناتها هما بالمصري عملوا لك كاموسه أي بالتونسي اي وقدام الراجل انا راه نعرف اساميهم اما ما نذكروش ما نحبش نذكروا حاجه اخرى انت تقريبا ما عندكش صحاب تونسه في مصر من الحاجات اللي خليتك تتخذ القرار هذا انه جاك دور مهم مع حسن الرداد في فيلم أي ممثله تونسيه اللي انا نعرف اسمها مختانه مشيت للمخرج قالت له راهي خريجة سجون راهي تستهلك في المخدرات وعندها السيدا ايوه عندي السيدا هكا قالوا للمخرج المصري اللي تحاول ما عادش يهز عليك تليفون انا مضيت العقد نوفل مريقلة جيت ستايليست جيت خذيت حوايجي بديت نصور في الايامات الاولى مبرف انا وحسن رديد وكل شيء من بعد قالوا لي مريم خذ فتره وباش نعاودوا نكلموك ما كلمونيش نسمع في الفيلم قاعد يتصور وكل شيء نطلب في المخرج ما يهزش عليا جاتني فكرة باش نطلبه من نمرة البواب متاع داري قلت له معك مريم بن مولاهم قال لي بص أنا حساعدك قلت له ما تقفلش السكة أنا عايزك ضروري عايزة أتكلم معك في موضوع قال لي بص أنا الحاجة الوحيدة اللي ممكن أعملها لك إني أساعدك في موضوع إني أدخلك أكبر مستشفى في مصر إنها تعالجك من مرض الإيدز هكا قال قلت له إيه يعني الإيدز السيدا قال لي إيه قلت له انا نحب اعطيني فرصه قلت له الخدمه ما عادش حاجتي بها قلت له اعطيني فرصه اني باش نجيك ومشيت له قال لي انت جيت لمصر غيرت اسمك من مريم بن مولاهم الطفله ممثله مش ممثله بالنسبه لي انا واحده تعرفوها تونس كامله دخلت للحبس تعطات الكوكايين ودخلت هي وامها قضايا اللي حنكمل ما نقولش الاسم قال لي انت فيها الاسم بن عندهم كلمه بن كيما حنان كيما مصطفى مريم البن قال لي انت شلتي مريم حطيتي تيت خليتي بن وحطيت تيت قلت له انا في باسبوري مريم بن مولاها المهنه ومش ممثله ديكوراسيون عامله ديكوراتريس قلت له احنا في تونس ما نجموش نبدلوا اسامينا حتى باش نبدلوا من مثلا من اسم حفصيه لمريم لازم قوانين واجراءات واوراق كبيره قلت له حليت اليوتيوب وريته دارنا وريته بابا امي وريته عائلتي قلت له راهو ما عنديش الحكايه هذوما راني عايشه في مصر في داري ملكي ما نستحقش لحتى حد اي با قال لي الاسم الطفله وكلمها قدامي وحطه بارلو قال لها حرام عليكي انت كذا وكذا 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 مريم انت سايلك كذا يقول بلي شو قاعدك في مصر علاش ماشي مصر اصلا خلينا نكمل عندي تفاصيل اللي هي طفله تونسيه واللي تونسية انا زادة. ما نحبش نذكروا الاسم ام بلاكي تغزر لها شنو تقول لها مريم ميساج للطفله هذه انا تكلمت انا اللي حاجه اللي فيا اللي ما نخليش في قلبي وتكلمت على الفيسبوك وهبطت ستاتيو باش نقول لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت لا جيت مذيعه ولا جيت ممثله ولا جيت حتى كومبارس ودوسيتك عندي في مصر قدره ربي انا وراكي وراكي والزمن طويل وافح باش تقول باللي باش تقول كلام مؤثر لا 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 ما نجمش نقول كلام مؤثر خاطر ما اثرتنيش انا خديت حقي صحيح الفيلم ما صورتوش وهي ولا انا ولا هي الفيلم روحي ولا فيلم اخر لا 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 فيلم اخر صورت فيه هي ما صورتش فيه لا هي ما لا صورت فيه لا انت لا هي ما اسلوبك تدري عمل لك اعداء عام 2019 في الساحل الشمالي وانت في الكهرباء رجل اعمال جبد عليك فرد اي وكانت تصير محاولة قتلك واتصلت بشخصية سياسية كبيرة واتصلوا بمصر حصيلوا بعثوا لك الحماية اي صحيح ياسر يا مريم أي حكايتك انا مصر العام الاول والعام الثاني تو اتاقلمت معناتها تبارك الله عندي 3 سنين تو عايشة في مصر هذايا رابع لا فسر لي علاش جبد عليك فرد جبد عليا فرد كنا خارجين نسهر وتعشينا وسهرنا عادي معناتها ما عنديش كهرباء في مصر وما نسوقش باش يروحوا بيا معناتها كيما في تونس هكا
انا ديما يحب يتقرب مني هذا الرجل وانا ديما نصده بلا باقة معناتها فهمت. جيني هكا شرب وكل شيء، تبدلت الثنية مش كيما الثنية متاع داري. قلت له شبيه هكا ماشيين وين ماشيين؟ قال لي انت شد علي فرد، قال لي انت لا عايزة كذا ولا عايزة كذا ولا عايزة كذا، انت عايزة ايه؟ انا في ممكن اضربك دلوقتي، اضربك ضربة وادفنك وتويكي هنا في الساحل الشمالي كله طريق صحراوي. انا خوفت فكولي ساكي ديما باسبوري فوقي خاطر اجنبي لازمني ورقي ديما فوقي. لقيت شخص سياسي تونسي نشكره اللي بعثت له فيديو هكا بسرقه قاعده نصور فيه كيفاش هو شدد لي الفرد وفكي لي ساكي وكيفاش يحكي. وعندي سيري كرهبته كيفاش خذيته سيري الكرهبه، دخلت على الفيسبوك على كرهبه اللي حطتها بعثت له وقلت له ايجيني وبعثت له جي بي اس انا فين بالضبط. هو اتصل بحد في مصر. تبارك الله تبارك الله. السفاره في العماره باش نسالك، عندك دار على ملكك في الزمالك، شوفور خاص، طباخ وخدم لاباس بيك على الاخر، لكن شنو يخليك مثلا في كرهبه مع السياسيين وغيره؟ يا اخي عندك علاقات كبيره ولا شنو معناتها؟ ماذا اش تعمل مع السياسي في كرهبه اللي عملت اكسيدون؟ انت مع المنتج؟ اي هو منتج وسياسي ليدو، ينتج لاني شاكر وينتج كارول سماحه وينتج برشا عبيد مغنيين كبار زيد، ما ينتجش للناس الكل معناتها حاجات كبيره برشا ينتج. واضح به. باش نسالك حاليا بالحق بعد الخطوبات تعيش في قصه حب مع رجل اعمال مش تونسي؟ مش نعيش في قصة حب، أنا مخطوبة وعرسي قريب إن شاء الله العام الجديد العرس بتاعي مش في السنة السعيدة هذه. هذه كرهتها السنة دي. العرس فين؟ في الجونة؟ لا في تونس، في تونس. أنا ما أنا نحب نكتب بزاف في تونس. شنو جنسيته هذا؟ ما نجمش نقول جنسيته. مصري. لا مش مصري. علاش؟ ما نجمش نقول جنسيته. مخاف يفكوهولها انا. ما ينجموش والله يخافوا مني. ما ينجموش ما نعطي اسمه جنسيته. ونتحداك في شهر كي ما يدوروش عليك بالخطاب. ما تعرفش تونس يا مريم. عندنا جاوا عبيد واحدة قالت مخطوبة يبعثوا لخطيبها هاي هي في سهرية ينجيك أنا ما دوخرة وفي تونس. خطيب رجل درة زروق بعثوا له كمية كبيرة خاطر أنا أمي مع على انستغرام دونك دخلت نلقى عبيد كيفاش دخلت له معناتها. شنو بعثوا له مثلا رجل درة؟ بعثوا له آد معناتها على الفيسبوك وعلى الانستغرام. وش قولك في اللي صار الدرة في ليلة عرسها مسكينة معناتها؟ والله ربي هنيها درة مبروك عليها، هي حبته وحبوا بعضهم قصة حب وخذوا بعضهم. تعرفوا ولا لا أنت؟ انا نعرفه في مصر يا ما تعرف احنا العبيد ذوما راهو بعضنا في بين نسهر وين نخرج وين نتعشاو. مصر صغيره في البلايص. مصر صغيره بالحق والله كي نخرج نتلموا جغرافيا كاسحه. وش نحوال محمد رمضان نمبر 1؟ عملته نمبر 1 مع بعض بالصدفه ولا اصحاب انت وياه؟ لا اصحابي انا وياه واصحابي انا ومرته زيد لسري. بالحق مريم كي قالت نعرف مرته عرفتها مخطوبه مريم معناتها نعرف مرته حتى المسيو كي يتفرج وانتو كانت تبارك الله عليك كما قال رمضان مافيا مافيا مافيا. يلا قبل ما نكملوا عندنا حوارات باش نحكيو مع الدلاجي مع لاكاتي مع مين نمشيو لسكريم شكون باش يربح لحظه صادق كان ربحتوا انتم قبل نهايه تحكي معايا لحظه كان ربحتوا انتم تعدلوا راهو فما ايكيب في الرجيز زملاء في وذني وهما اللي باش يقروا شكون ربح شكون ما ربحش. تصفيقه كبيره على مريم بن مريم. يلا نمشيو للعبه. بنتي الجيران شغلانه مع ماريا ولا في المكان في خلقه حواليا مش عايز حد ياخد باله بالله فيه. تحيه لدي جي اوزي يبدا حاطط لي الاغاني فوق من قلبه ما هو هاوس والدنيا دونك نقول له حط لي المصري يبدا ما يعطيك صحة اوزي. يلا شكون باش يوصل ل 5 بوان وما غير غشه والريجي هي اللي باش تعطينا لي 5 بوان كان ما عقلتهمش امين وهشام العبوا شويه في الوسط جو تعطيني البوان بالبوان نتيجه 0-0 هشام تقول يربح في علوش امين واحد هشام 0 اقتلني يا شيخ ملك يا شيخ صحيح شوية شوية واو لا 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 لا
امين دو العب بدك افش يا شيف خسرنا يا شيف واحد اثنين واحد اثنين واحد لمين اقتلني يا شيف اقتلني هيا اثنين اثنين ليه شنو ثلاثة واحد لمين أربعة واحد هشام ماركي في البلاي هشام لا بوكس لا كاراتيه لا سكريم شنو تربح يا هشام ماركي في البلاي يا هشام هشام ماهوش علوش قدامك يا هشام هشام يلعب عشرة تالي يا أمين باش تقتلوا يا أخي حاط يده خمسة واحد برافو برافو صحيت يا أمين خمسة واحد والنتيجة توا أربعة أربعة ما كيفك حد الله واحد ما كيفك حد الله واحد بارك في قلبي بارك في قلبي يرحم هالأم اللي جاب أربعة أربعة رجع التشويق وين حنين نحب نقدم تحية لصاحبتي نسمة بكري شامبيون أولمبيك اللي نتبع فيها راهو سي ان سبور تري ديفيسيل اي بيان سور اللي حضرت لي جوز اولمبيك مسكينه تحضر وقفت حياتها كل في الاخر بالكورونا مسكينه نحب نبوسها برشا قاعده تحضر للعام الجاي ان شاء الله وربي معاكم ان شاء الله تجيب لنا ربي يوفقها يلا قبل ما نخرجوا فاصل باش نسال البنات اسئله محرجه وبعد الفاصل باش نسال الاولاد اسئله محرجه على الجماعه لهنا حنان ومريم تجاوبوا بكل صراحه وما يهمكمش في اراء الاولاد يلا حنان لو كنت مرتبطة بهشام نقاتي تخليه يعمل تيك توك؟ لا لا مريم لو يخطبك أمين الإمام ويقول لك وضعيتي المادية متوسطة تقبل ولا لا؟ لا حنان لازم يكون مستشار هذا الحاج مانيش مستشار عندي أنا راجلي سيبا أول امبريسيون كي تشوف أمين وليد عقل ودافي وليد فينو ولا وليد مزيان ولا وليد بيوضي كلهم كيكه ما خلتش وحده لا عملت رياكشن وقت شفته الفوق قلت ملا بوغوز هذا الله حنان لو ماكش مخطوبه بين الدلاجي وامين شكون تختار تعدي معاه ويكاند لو انا مانيش مخطوبه نعدي معاه ويكاند كيفاش صحاب عادي عادي هاي دلاجين الله ربي يستر ولا يسلك ربي يستر ولا يسلك هاو جايك الضرب حنان لو كان يستدعاك هشام على عشاء في داره تمشي ولا لا؟ نمشي؟ سا ديبون شنو باش طيبني؟ نحب الماكلة شنو طيبني؟ تعرف طيبني؟ الأم قال لك شوف الرياكسيون تاع هشام ما قال حتى عمل هكا شنو هو جاي؟ شنو هو جاي؟ هذوك التلامس نتاع هشام نقاش ضرب جاي اسمع اسمع وهذه في عرض سا ديبون معناتها كيفاش معناتها باش تقول كي مريم اصدقاء قالت سا ديبون باش طيب لي يا ودي لو كان راجلك الدلاجي هل تتوقع انه يخونك؟ دلاجي ما عندوش الخيانه خاطرو عشيري دلاجي وخويا وعشرة سنين ما يخونش الدلاجي بدينا في الأجوبة السياسية راهو هذه لعبة صراحة والله ما يخون الدلاج ما عندوش الخيار كانوا نقولوا لك شكون من أمين والدلاجي وهشام تتوقعوا قرنات فيهم شكون حسب رأيك أكثر واحد قرنات سيدة لا أنا مع عشرتهم نعرفهم هذوما الزوز ليه عادي حسب الامبريسيون راهو مش واقع حسب الامبريسيون برا امين مزاج امين لو كان ماكش مخطوبه ونقول لك والكلهم مش معرسين ونقول لك اختار واحد من بلاتو تعرس به طلقه ولا ما تختارش من هنا ما تم منين من البلاتو حد من الاربعه حتى اساس حنان معنا ليه ما نختارش ما نحبش من الوسط الفني ناخذ فوالا بين النقاتي والدلاجي شكون تتوقعوا يعاونك بفلوس كانت تستحق؟ دلاجي كي نقولوا راجل حزار على الاخر عندي شكون من الاربعه يجي في بالك انه حزار؟ حزار على الاخر اي هو صدق
خاطر صعب وعنده قحرة وعنده غزرة يا ميم تنعرفها. نحب تصفيق على يا مريم. بين أمين والنقاتي كان تخرج مع حد فيهم شكون ويتبولد عليك طفل؟ شكون تتوقعوا يعمل معاه عركة؟ لا نقاتي قلت لك. آه نقاتي. أمين ونقاتي. نقاتي يتخبط ناحية الدلاجي خاطر معروف ببلاكس. نقاتي بتبيعته يتخبط تحت القانون. ليش ليش؟ 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 لا ولا بالحق خاطر أنا راني ولد الملاسين وتحية للملاسين الكل. ما كانش مخبط. ما كانش مخبط. يضرب ويتخبط تحت القانون. راح تتكيح ويا. لحظة. آه ونقاتي آه. يا هم. وآخر سؤال. لحظة لو كان يجيك ميساج بعد البلاتو فيه غزل متاع محليك كنت وكذا شكون تتوقع واحد من الأربعة بيعثو؟ شو هذوما الزوز اخواتي وكل يوم بعضنا نحكي اون كونتاكت صادق عشرة سنين ما يعملهاش أمين ما نتصورش خاطر ما يحملنيش ما نقبل قالت ما نتصورش خاطر ما يحملنيش ياسر كراشيت بيناتكم ما يحملنيش لا مش توا الكراشيت وقت دي تيب والدنيا لا ما 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 تحملش روحك بنات عمي انا نحملك قلت لك انت ما تحملنيش شكون قال لك انا ما نحملكش ندبر في راسك ندبر في راسي معلم جبل انا وياك ما حتى حد ما يجيني من حتى حد يلا من بعد نسال الاولاد على البنات شكون اسئله محرجه وعندنا برشا العاب وعندنا الحنوشه وعندنا جو وعندنا الحوارات زاده نرجع لكم في الجزء الثالث من ليمان يسهر فقط